عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسها، هنا نقول أن الإصابة غالباً تكون بمرض مناعي. التهاب القولون التقرحي هو أحد الأمراض المناعية، أو بمعنى آخر أسباب الإصابة به غير معروفة أو غير محددة طبياً إلى الآن، لكن معروف مراحل الإصابة به، أنواعه، طرق العلاج والتشخيص والوقاية. سنتحدث في ملف تفصيلي اليوم عن التهاب القولون التقرحي مع ضيفي الدكتور أنس بني هاني، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. مرحبا دكتور أنس. أهلا فيك. أهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا، تسلم. دكتور أنس، التهاب القولون التقرحي عادة ما نسمع بالتهاب القولون العصبي هو المتصدر في حديث الطب. أكيد. اليوم التهاب القولون التقرحي، ما الذي نقصده فيه وأين يصيب؟ ما هي الأجزاء التي يصيبها في الجهاز الهضمي؟ نعم صحيح. طب مبدئيا لازم بالبداية نميز بين نوعين من الأمراض. نعم. المرض الأول هو القولون العصبي، هو الأكثر انتشارا بمجتمعنا. وحسنة هذا المرض أنه هو مثل ما سميه للمرضى، أنا بسميه مرض من غير مرض. نعم. فعليا، لأنه معظم فحوصاتنا سواء كانت من فحوصات مخبرية، صور أشعة، حتى بالتناظير بتطلع سليمة. بالتالي نعم بالضبط. فبالتالي إحنا بنطمن معظم مرضانا أنه حتى لو هذا المرض ضل لازمك طول العمر، لكن حسنته أنه لن يؤدي إلى ضرر. نعم. بين قوسين. بالمقابل، مرض القولون التقرحي هو فئة ثانية من أمراض القولون، أساسها مناعي مثل ما تفضلت بالبداية، ويؤدي إلى وجود تقرحات داخل القولون. مشكلتها الرئيسية أنه يؤدي إلى أعراض شديدة عند المرضى، وبالتالي قد يؤثر على حياتهم اليومية بشكل عام. نعم. لأنه أساسه هو الإسهال، وبالتالي معظم المرضى راح يعانوا من موضوع الإسهال، عدد مرات الذهاب إلى الحمام يوميا سواء كان بالنهار أو بالليل، بالتالي حياته تتأثر بشكل عام. نعم. إذا تكون مزعجة ومقلقة للمريض. نعم. رغم أنه الأعراض تتداخل دكتور، إلا أنه قد تكون أكثر حدة التهاب القولون التقرحي، هو يصيب الأمعاء الغليظة أم الأمعاء الدقيقة؟ نعم، هو سؤال جيد. مبدئياً أنه هو أساسه هو الأمعاء الغليظة. نعم. فمعظم الناس بتيجي بأساس هو وجود الإسهال. طبعاً معظمنا، لا أكاد أجزم أنه ما في حدا ما صابه إسهال في حياته. ومبدأي معظمنا عم نحاول نعالج الإسهال بالبيت تحفظيا مع شرب السوائل، الشوربات وغيرها من الأشياء. لكن للأسف لما تكون الإسهال يبقى لفترة طويلة من الزمن، تتعدى الأسبوعين، ببلش يصير في نوعا ما مقلق للمريض. دكتور، إسهال متقطع يعني نوبات إسهال، نوبات إمساك، ولا مستمر؟ هلا هون هاي لازم نميز بيناتهم، لأن أحد الأعراض اللي تميز بين القولون العصبي والقولون التقرحي هي استمرارية الإسهال. ففعلا معظم الناس اللي بيشكوا من قولون عصبي متناوب، يحكي دكتور أنا عندي موضوع متناوب، مرة بيجيني إمساك، مرة بيجيني إسهال. بالمقابل مرضى القولون التقرحي إسهالهم مزمن ومتواصل، يعني حتى مربوط الليل بالنهار معهم للأسف. مع آلام؟ آلام شديدة بتكون معهم، والسمة الأساسية فيه أنه في كثير من الأحيان بيكون إسهال دموي. وين موقع الألم دكتور؟ يعني موقع الألم بيكون بأسفل البطن، سواء كان من جهة اليمين أو جهة اليسار، بس أكثرها من جهة اليسار مبدئيا. في الجانب الأيسر. نعم. قلت إنه إسهال دموي يلاحظ بالعين دكتور ولا لازم فحوصات؟ هلا مبدئيا هو يلاحظ بالعين المجردة، يعني احنا دائما مثل ما بشرح دائما لطلابي بالجامعة ولا المرضى لما بيجوا، إشي اللي بيخلي اي مريض يراجع طبيب الجهاز الهضمي بسبب الإسهال هو اكثر من شغله. واحد، إنه الإسهال ظل مزمن لفترة اكثر من اسبوعين، صار مؤذي نفسيا مبدئيا، فبالتالي بيراجع طبيبه. او بشكل اخر، اي حدا فينا بيصيبه إسهال وبصير دموي مباشرة براجع طبيبه. فالسمة الأساسية بالقولون التقرحي لما يكون إسهال دموي. وأحياناً دكتور بربطوا الإسهال الدموي أو الإخراج الدموي بمشاكل أخرى، أهمها البواسير أو الناسور، فهل من فروقات هنا؟ نعم. يحدد هل إحنا لازم نميز بين الاثنين طبعاً، لأنه البواسير والنواصير بتيجي بآلام بمنطقة الشرج مبدئياً، بالإضافة إلى وجود الدم مع البراز. هلأ صفة الدم بتكون بالعادة يا إما ببداية البراز أو بنهايته، بالعكس بمقابل القولون التقرحي يكون كل البراز مخلوط مع الدم ويكون إسهال ودموي، وبالإضافة إلى يكون سائل. شوف قد إيه الفروقات دقيقة، بس مجرد الانتباه إلها بيساعدنا على التشخيص. نعم، هاي ملاحظة دائما نشرحها للطلاب لما نعطيهم التدريب السريري في الكلية، انه خلينا نحكي السيرة المرضية للمريض بتفاصيلها الدقيقة قد تساعد على التشخيص فعليا حتى من دون فحوصات. نعم دكتور، هذه أبرز الأعراض للإصابة بالقولون التقرحي. ممكن يكون في حمى مرافقة لها؟ نعم. هلا من العلامات اللي بتدل على انه هذا القولون التقرحي شديد نوعا ما هي وجود الحمى.
هلا بالعاده معظم انواع الاسهال معظمنا نفكر فيه انه عباره عن تسمم اكل او التهاب فيروسي وبكتيري، نعم قد يكون هذا السبب بالبدايه، لكن القولون التقرحي في حال رافق التهاب او ارتفاع بدرجات الحراره بيكون من النوع الشديد، بالتالي لازم ننتبه لهي الجزئيه، لانه معظم المرضى اللي بيجونا باسهالات متكرره لفتره زمنيه طويله ويرافقوا كمان ارتفاع بمعاملات التهاب او حتى بارتفاع الحراره، يفضل انه ندخله للمستشفى بدل من انه نعالجه فقط عن طريق الحبوب خارج المستشفى. هل تكون الإصابة في مواقع مختلفة وبناء عليها يحدد نوع الالتهاب؟ هلا من لانه نحكي عن قولون تقرحي هي سمة أساسية في انه يبدأ بمنطقة الشرج، فبالتالي اي انسان سواء احتاج لتناظير او احتاج لفحوصات طبية وبين معنى الالتهاب يبين منطقة فتحة الشرج وهو تصاعدي، يعني قد يكون فقط في منطقة الشرج او قد يغطي جزء الايمن اليمين من القولون او الشمال القولون او حتى القولون بالكامل من الشرج. نعم. المستقيم. نعم. في مواقع أخرى دكتور أيضاً؟ هلا كل القولون التقرحية أساسية زي ما حكينا يبدأ من منطقة الشرج وتصاعدياً إلى نهاية القولون. درجات الإصابة بها؟ الإصابة قد تكون قلت من شوي. نعم. إنه إذا كانت سيفير بيكون في حمى. نعم، هلا إحنا المعايير الأساسية نستخدمها لمعرفة شدة هذا المرض أولها وهي أكثر شيء المريض بيشكي منه هي عدد المرات الذهاب إلى الحمام فعلياً، سواء كان خلال النهار أو خلال الليل، هي رقم واحد. رقم اثنين نوعية البراز اللي عم بيطلع، احنا في أكثر من طريقة نقدر نميز نوعية البراز سواء كان صلب أو رخو أو حتى سائل، بالإضافة إلى وجود البراز الدموي وهي سمة أساسية لا تحديد متى شدة هذا المرض. كيف تكون طرق التشخيص؟ بالنسبة لتشخيص المرض القولون التقرحي زي ما حكينا بالبداية اللي هي أخذ السيرة المرضية بحذافيرها هو جزء أساسي من عملية تشخيص هذا المرض، بالإضافة إلى بعض من الفحوصات المخبرية سواء كان عن طريق أخذ عينات الدم رقم واحد، عمل فحص للبراز رقم اثنين، وآخرها وهي أدق نوع من أنواع التشخيص عن طريق المنظار. في هاي الحالة لما توصل للمنظار شو اللي بخليكم توصلوا لها دكتور؟ يعني هلا تجاوز الأشعة السينية والأشعة. نعم المقارنة. لأنه أساس تشخيص القولون التقرحي هو الالتهاب على المستوى النسيجي. فأي إنسان عنده خلينا نحكي أعراض تدل على القولون التقرحي حتى إني أعطيه علاج، لأنه نوعا ما علاجه يختلف تماما عن علاج القولون العصبي وغيرها من علاجات الأمراض المختلفة سواء التهابات أو غيرها، بالتالي لازم يكون عندي تشخيص نسيجي حتى أتأكد 100% هذا قولون تقرحي. في بداية اللقاء قلت بأنه المرض مناعي بحت، أي بمعنى آخر أسبابه مجهولة إلى حد ما، لكن أنت كأستاذ مساعد في كلية الطب بالجامعة الهاشمية قد يأتيك أحد طلاب الطب ويقول لك دكتور معلش هو مناعي مفهوم لكن إلا ما يكون في أسباب. يس. هلا سؤالك أول شيء بشكرك عليه لأنه بنقدر نربطه بآخر تقرير ريسنتلي من بريطانيا طلع على موضوع القولون التقرحي وحتى ما يسمى القولون أو المرض الثاني هو كرونز واثنين مربوطين في نفس الفئة، انه اكتشفوا من خلال الخارطه الجينيه للانسان الناس اللي عندهم هذا المرض اكتشفوا انه في جين معين موجود عندهم اللي بيحفز المناعه انه تهاجم القولون بحد بذاته وتؤدي الى هاي المشاكل التقرحيه. من خلال هذا الجين ممكن نتوصل. نعم. لعلاجات مستقبليه. هلا الثيوري زي ما بيحكوها انه العلاجات موجوده نوعا ما، لكن العلاجات تعطى للناس اللي عندهم اورام وغيرها من الامراض الاورام بشكل عام، لكن كونه هاي العلاجات ليست يعني لا ما بتهاجم فقط هذا الجين، بتهاجم اكثر من منطقه، بالتالي ضررها اكثر من فائدتها بالوقت الحالي. فعلى الامل خلال الفتره القادمه السنوات القادمه انه يكون علاج فقط يهاجم هذا النوع من الجين وبالتالي يؤدي الى حتى شفاء بدل من فقط علاج. بناء على شده الحاله يتم تحديد العلاج، فما هو شكل العلاجات المستخدمه لالتهاب القولون التقرحي؟ هلا هاي اسئله كثير بتجينا واساسها مبني على انه معظم العلاجات البدائيه اللي بنبلش فيها بامراض القولون التقرحي هي مبنيه على الكورتيزون. والناس بتخاف من الكورتيزون طبعا، ليش؟ لانه مشاكله الثانويه اكثر من فائدته بشكل عام، بحيث يؤدي الى نصاحه، زياده في الوزن زي ما حكينا، مشاكل بهشاشه العظام، اعراض جانبيه اخرى. بالتالي في معظم الناس بتحاول تتجنب الكورتيزون. بس انتم ايضا دكتور في علاج التهاب التقرحي في المراحل الاولى اذا اضطريتوا تستخدموا الكورتيزون فبتستخدموه بجرعات معينه وانواع معينه لا تكون مؤثره. نعم صحيح. هلا احنا ليش بنفضل الكورتيزون في البدايه؟ لانه هو نوعا ما اسرع نوع من الدواء اللي بيريح المريض. احنا دائما لما نجلس مع المريض ونشرح له عن طرق العلاج للقولون التقرحي دائما في ثلاث خطوات رئيسيه بنحكي له. الهدف الاساسي من علاجنا اللي هو تحسين الحاله السريريه للمريض بحيث انه يبطل يروح كثير على الحمام، يقدر يمارس حياته طبيعي.
الجزء الثاني اللي بنهدف له بشكل عام انه هو الفحوصات المخبريه انها تتحسن، والجزء الثالث والاخير هي على المستوى النسيجي اللي حكينا عنه من البدايه عن طريق الناظور، انه التقرحات الموجوده بالقولون كلياتها تخف او ترجع لوضع الطبيعي. إذن بالدرجة الأولى تحاولون وقف هذه الآراء، نعم، ومن ثم البدء في رحلة فأسرع العلاج. علاج مبدئيا متوافر حاليا هي الكورتيزون، بحيث المريض بيحس حاله أحسن نوعا ما. طيب، بعلاجات الكورتيزون قد تحدث حالتين، الحالة الأولى الاعتمادية على الكورتيزون، والحالة الثانية رفض الكورتيزون. صحيح. كيف تتعاملوا؟ هلا مبدئيا احنا الهدف من اعطاء الكورتيزون هو تحسين المريض زي ما حكيت، لكن بالاخر هو هدفنا كاحنا كاطباء جهاز هضمي بشكل عام هو التخلص من الكورتيزون في وقت ما. نعم. فبالعاده لما نعطي الجرعه للمريض بنعطيه بجرعه معينه وبنبلش ننزل فيها تدريجيا حتى يتخلص المريض. هون بصير عندنا حالتين، الحاله الاولى انه المريض بعد ما يخلص من الكورتيزون تحسن حالته واموره تمام، بنكمل على العلاجات الثانويه رح نذكرها كمان شوي، او انه المريض مجرد ما وصل لجرعه معينه من الكورتيزون جسمه بيرجع بنتكس. فبالتالي هذا ما يسمى بالستيرويد ديبندنت بيشنت، انه المريض بيعتمد على الكورتيزون حتى تكون حالته احسن. بهاي الحاله قد نضطر لاعطاء علاجات نوعا ما اقوى من الكورتيزون حتى نقدر نتخلص من الكورتيزون بشكل عام. نعم، وما هي العلاجات الثانويه دكتور اللي بتتم استخدامها؟ هلا كثير من المرضى بيحكي لك دكتور انا اعطاني دواء سواء كان حقن شريه او حبوب حتى اني اتخلص من القولون التقرحي. او ملينات احيانا بيستخدموها. نعم، هلا احنا الاساس هو ما يسمى بال 5 ASAs او الامينو ساليسيليك اسيد او اللي هم البنتازا والاساكول اللي كثير من المرضى بيعرفوها بهاي الاسم مبدئيا. هي مجموعه، هي ابسط انواع الادويه لمرض القولون التقرحي، تعطى بجرعات معينه والانسان بضل ماشي عليها لفتره طويله من الزمن حتى يؤدي الى انه هذا خلينا نحكي الاعراض تخف بشكل كامل عند المرضى في حال تم الالتزام بشكل مناسب عليها. في حال جاكم المريض في مراحل متاخره من الاصابه، نعم، ما هي المضاعفات المتوقعه؟ يعني هلا مشكلتنا احنا بالقولون التقرحي وهو اساس لاي مرض موجود بالجهاز الهضمي، احنا دائما بنعالجه حتى نتجنب مضاعفاته بشكل عام. فبالنسبه للقولون التقرحي الانسان اللي عنده التهابات مزمنه، اسهال مزمن، خساره دائمه للدم مبدئيا، قد يؤدي من نقص الحديد ونقص الدم بشكل عام. انيميا ممكن. انيميا فاحنا بنسميها الانيميا، نعم. هلا اي مرض فيه التهابات متكرره قد يؤدي الى مشاكل بالمستقبل منها الاورام بشكل عام، فبالتالي دائما احنا بنحكي لمرضى القولون التقرحي هدفي الرئيسي انا اني اخفف هذا الالتهاب حتى ما يتحول في لحظه ما بالمستقبل الى اورام لا سمح الله. اذا اسمح لي بمجموعه اسئله سريعه. أكيد. على لسان المرضى لما عملنا سيرش في جوجل مساعد البحث، هي اكثر الاسئله اللي بتسال. هل من علاقة ما بين الإصابة بالتهاب القولون التقرحي وسرطان القولون؟ نعم، هلا في نسبة الناس اللي عندهم قولون تقرحي عندهم قابلية يصير عندهم ورم أو سرطان القولون أكثر من غيره من الناس. نعم. فهي جزئية لازم نركز، لا يعني إنه راح يصيبه سرطان القولون، لكن هو خطر أكثر ترتفع نسبة الإصابة. نعم. هل يمكن علاج التهاب القولون التقرحي بالمكملات العشبية؟ هي جزء من خلينا نحكي احنا بنسميها ميثس بالمدسن، او خلينا نحكي الطب الدوائي الشعبي كثير مشهور بمنطقتنا بالذات والناس بحبوا يتعاملوا فيه. فانتم ما بتقدروا تهاجموا؟ انا شخصيا ما بقدرش اهاجمهم. يس. هلا تجربتنا قليله فيها كطب جهاز هضمي. لكن عندكم تحفظات؟ عندنا تحفظات طبعا، لكن في بعض مكونات مثل الكركم حد ذاته هو جزء من العلاج اللي تم، لكن مشكلته انه يحتاج لكميات كبيره حتى يتناول الانسان حتى يؤدي الى تاثير بسيط على القولون التقرحي، لكنه ليس خيار اول لنا طبعا. والكميات الكبيره منه قد تنعكس سلبا على، نعم، اداء اجهزه، نعم، ثانيه في الجسم. دكتور، هل السيطره على مستويات القلق والتوتر يمكن ان تساهم في علاج التهاب القولون التقرحي؟ هلا هاي اشكاليه دائما احنا بنواجهها، انه المريض بيجي باعراض سواء كان فعلا ممكن يكون اسهال او يكون الام بالبطن، والدكتور هاي اجتني هجمه بالقولون التقرحي. احنا بنحكي له انه انت كاي شخص كاي مريض انت معرض لصيبه قولون عصبي او توترات او شيء وما تكون هاي هجمه فعليا. اوكي، فبالتالي الاساس انه نعم المريض ممكن يجينا باعراض شبيهه بالقولون التقرحي، اوكي، بسبب التوتر والقلق، اوكي، وما تكون لها علاقه بالقولون التقرحي بحد ذاته. اما كقلق يؤدي الى قولون تقرحي لا، مش هي السبب. علاقه غير مباشره؟ غير مباشره، نعم. البروبايوتكس، هل يمكن لتناول هذه المكملات ان تخفف من اعراض التهاب القولون التقرحي؟ اوكي، هلا حاليا عين البروبايوتكس عم بيطلع بنمط تصاعدي جدا، وبنلاحظ انه اي حدا بيروح على الصيدليه بدور على بروبايوتكس بتلاقي بجوز 20 شركه مختلفه لهي البروبايوتكس. باخر دراسات
لم ولا في أي دراسة أثبتت إنه البروبايوتكس تخفف من مشاكل القولون التقرحي. قد تخفف من قولون عصبي نعم، لكن كقولون تقرحي وتأثير مناعة ما في أي دراسة حكت لنا بشكل صارم إنه نعم تأثير وفي علاج وقد تؤدي إلى علاج أو حتى الشفاء. من هو الطبيب الذي يعد خط العلاج الأول كتخصص؟ أنا رأيي الشخصي هو طبيب الطوارئ أو طبيب المراكز الصحية، لأنه أي إنسان عنده إسهال دموي أو إسهال أول شخص رح يلجأ له من هو؟ رح يكون إما الطبيب العام بالمركز الصحي أو طبيب الطوارئ. وبالعادة معظم المرضى لما بيصلوا لعند طبيب الجهاز الهضمي بيكون أوريدي زائر أكثر من طبيب قبل ما يوصل لطبيب الجهاز الهضمي، لأنه زي ما حكينا بالبداية الأسباب الرئيسية هي أسباب التهابات بكتيرية أو فيروسية قبل ما نصل لمرحلة موضوع المناعة. السؤال الذي ينتظره كثيرون، هل يمكن الشفاء بشكل تام من التهاب القولون التقرحي؟ هلا احنا نجاوب على السؤال بطريقة شوية دبلوماسية، حاليا وبالمستقبل. هلا بالوقت الحالي العلاجات اللي موجودة ومتوفرة حاليا بكثرة، سواء كانت زي ما حكينا بالكورتيزون أو البنتازا أو الأساكول اللي ذكرناها أو حتى ما يسمى بالعلاجات البيولوجية اللي ما تطرقنا لها، اللي تؤدي إلى مبدئين التحكم ومنع تطور المرض وحتى الأعراض ترجع كأي إنسان طبيعي. بالمستقبل زي ما حكينا عن وجود الجين اللي قد يسبب هاي الزيادة المفرطة بمناعة الجسم وتؤدي مهاجمته، نأمل من خلال التطور العلمي في السنوات القادمة إنه نكتشف دواء يهاجم هذا النوع من الجين، بالتالي نصل لمرحلة الشفاء. وبتخيل إنه إحنا عم نقترب يوما بهذا الشيء. دعمني الوقت دكتور، ولكن التهاب القولون التقرحي يصيب الأطفال أكثر، البالغين، كبار السن؟ نعم. الرجال، النساء؟ يس. هلأ بالنسبة بشكل عام الأمراض المناعية بشكل عام منتشرة أكثر بالنساء مقارنة بالرجال. شو يستطيعكم علينا؟ للأسف أنتم مش محظوظين من ناحية المناعة، لكن من أمراض القلب أنتم محميين. الأمراض المزمنة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية إحنا إلى حد ما محصنين. بالضبط، كل شيء يعني في توازن بين الاثنين مبدئياً. هاي رقم واحد. هلأ بالنسبة للفترة اللي ممكن العمر اللي بيجيها، إحنا دائما يهاجم مرحلة الشباب. أوكي، بنحكي المرحلة بين ال 15 وال 30 ل 40 سنة هي أكثر فترة من العمر اللي ممكن واحد يصيبه قولون تقرحي. هل يحدث عند الأطفال بعمر السنتين وثلاثة وأربعة؟ نعم موجود. هل يحدث بكبار السن؟ نعم موجود، لكن أكثر خلينا نحكي فئة عمرية هي فئة الشباب المعرضة لهذا المرض. دكتور أنس بنيهاني، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، نورتنا اليوم. تسلمي، شكرا لاستضافة ويعطيكم ألف عافية.